35 عاما هي القصة التي تحكى هنا، لأنها كانت البداية لشيء اسمه التلفزيون الوطني التشادي. عاما تلو الآخر يطفئ تلفزيون الغرنوق شمعته 35 التي تختلف تماما عن سابقاتها شكلا ومضمونا ورونقا أيضا. وذلك لأن من رأى حسن الأنماء وجمالها ليس كمن سمع. فالأجيال أيضا تمر مرور الكرام لتصنع بصمة أو حتى أثرا يقتفيه الخلف. الوجوه المحتفية بهذه المناسبة جلها أو أغلبها لم تكن في هذه الحياة عند فتح أبواب التلفزيون قبل 3 عقود، ولكنها أنهالت من معين الأولين، لذا هي اليوم هنا تحتفل. ما نصب يكون التلفزيون ده كان أسس بنوبره وطنية. أخواننا الكبار مننا كان ضحوا بأنفسهم من أجل وجود هذا التلفزيون، فهم يعتبروا لنا علينا كمدرسة، والمدرسة مستمرة لأن كثير مننا حاليا الحاضرين هنا علموا منهم أشياء كثيرة. نشكر اللجنة المنظمة لهذا الحفل، ونشكر أيضا كل الزملاء في مختلف الأقسام، الفنيين، الصحفيين، المخرجين، المنتجين وما أشبه ذلك. وباسم الإدارة العامة أنت الأنماء نقدم لكم الشكر ونتمنى منكم التوفيق، وكل عام وأنتم بخير. من لا يشكر الناس لا يشكر رب الناس، هذه سنتهم منذ سنين خلت. فمبارك للتلفزيون وكل عامله بالذكرى 35.